هاي المعدات تبع المدرسة اللي بنستخدمها خلال الحصة الدرسية، الكاميرا اللي بتصور كل شي بصير هون بالصف، الإعطاء تبع الأستاذ الطلاب وقت اللي بصير فيه نقاشات، الأستاذ بيكون لابس الميكروفون اللي عم بيحكي فيه مشان الطلاب اللي موجودة على الزوم يسمعوا كل شي عم بصير هون خلال الحصة الدرسية، النقاشات اللي بتصير هون ضمن الطلاب ضمن الصف، بعض الطلاب تستخدم الميكروفونات مشان كمان اللي بالزوم يسمعوا، لأنه بيكون كتير صعب عليهم إنه يسمعوا أو يفهموا شو الحديث اللي دار. وهلأ جديد هذا عنا هو الكاتش بوكس، يلي هو منزلته للطالب وبيحكي من خلاله، واللي بالزوم بيسمعوا شو اللي عم بصير هون بالصف. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية، واليوم بودكاست عنا مع الأنسة لبنى رهبان. الشيء الجميل أنه من الروضة انطلقت، واليوم صارت بايلدنينج في مدرسة بمدينة تروندهايم بالنرويج. فأنا الكلمات ما بتسعفني أني أوصف شعوري بالفخر بإنسان وصل بفترة قصيرة وقدر يوصل لهي المراكز يعني. فأنا حابب أترك هيك التعريف عن شخص الأنسة لبنى إلى. تفضلي أنسة لبنى. أنا مثل ما ذكرت لبنى من سوريا، إجيت من بال 2015 لم شمل، زوجي وبنتي كانوا هون، وبعدين أنا إجيت أنا وابني. بلشت كشغل أول شيء بروضة أسيستنت، لأنه شهادتي ما تعادلت هون مع الأسف يعني، أو بالأحرى ما كنت أنا مخلصة جامعة لحتى تتعادل كلياتها بشكل مباشر. اشتغلت بالروضة شي سنتين ونص، بعدين انتقلت من الروضة للصف العاشر، اشتغلت مع طلاب بصف العاشر، اشتغلت معهم شي سنة صف العاشر، بعدين انتقلت من صف العاشر للشغل مع البوكسن أوكلارينج، بس كان بالهيمدال أفديلينج، هيمدال بدراغوندا. اشتغلت معهم هنيك كمان شي سنتين، وحصلت عندهم على فاستيور بالكومونا، وهذا كان يعني شعور لا يوصف، لما انت عم بيقولوا لك انزل خذ العقد تبعك من المكتب وتنزل وتلاقي انه هو فاستيوب، بس شعور ابدا لا يوصف كان، لانه كل العقود اللي قبل هي كانت فاست ويكال، يعني في عندك مده بدايه ومده نهايه، بس انه عم بيمددوا لك، بس انه انت خلص فيه يعني باي وقت ممكن يقولوا لك خلص انتهى العقد. السنه الماضيه دخلت بمجال مع الكوبي تي فوغ سكولا، يلي هلا انا رح احكي عنها شوي، واللي هو ارت فارينجز كونسولانت فور سيكيس كيلسا اورس. بقى انا دخلت بهذا المجال ما عندي خبره سابقه، هو هذا المجال عن خبرات سابقه، بس كونه انا لاجئ وكونه عندي يعني اغلب اللاجئين دخلوا بحالات نفسيه بتوتر بهالقصص هاي، بقى في شوي خبره عن شو هي السيكيس كيلسا. هون دخلت بالمجال طبعا مثلي مثل اي حدا، لانه هي هيرا قدانينج ما كتير استوعب عليهم يعني شو عم بيحكوا، مو مجالي ابدا هذا، بس مع الوقت الحمد لله تخرجت من عندهم بمعدل 5 من 6، هي ما هن ما عندهم 5 من 6 بس هي بي كان المعدل تبعي. ما شاء الله معدل حلو. اي الحمد لله. يعني انا كنت متفاجئه اصلا بالمعدل تبعي، مع انه كنت واثقه بشغلي يعني، بس عطول الانسان بيضل شوي انه لا مو لي هذا او مو انا اللي هيك، بس الحمد لله المعدل كان جدا عالي، واخذت عندهم شغل كفايليدنج استشاري خبره للطلاب اللي بدهم يجوا جدد للسنه الجاي، واللي هن رح يدرسوا. انا اخذ مع السوشيال انتربرونورز كاب، يلي هو رياده الاعمال والمشاريع الاجتماعيه. حلو كثير هالحكي. طيب انت اثناء وصلتي على هاي المدرسة وأثناء تأسيس هاي المدرسة، أنت شو قدمتي مساهمة بتأسيس هاي المدرسة؟ أكيد أنت وقت وصلتي كانت المدرسة مؤسسة بناء، لكن في إسعى إضافات، فأنت شو أضفتي على هاي المدرسة؟ في إضافات أنه أنا درست عندهم كنت اللاجئ الوحيد، خليني أقول كل اللي معي كانوا نراوجة، والأغلبية عندهم خلفيات سابقة مع التعاطي.
فأنا غيرت لهم شوي المحور تبعهم، إنه كلاجئين نحن أو أنت كبدك تستهدف كمجموعة كبيرة من المجتمع اللي هلأ موجودة، فينا نقول الأغلبية ما بتعاطي، صحيح. فأنت بدك تتجه لمحور تاني غير التعاطي، يعني غير إنه هي دراسة التعاطي وهالقصص هاي. فنتجهوا لخيار إنه هي ريادة الأعمال، كيف الواحد يقدر يطور حاله هون بمشاريع، سواء بده يفتح مشروع الخاص أو بده يشتغل بمشروع مع الدولة أو مدرسة أو بأي مكان تاني هو بيختاره. يعني راح يكون هاي المدرسة تنطلق لمحور جديد، هي يكون لمحور الحضن جديد. الدافئ للمشاريع اللي عم تتأسس، اللي بحاجة إلى شركاء، اللي بحاجة إلى تمويل وإلى تطوير الخطة، بالإضافة إلى الميديا يعني، وأكيد التسويق مع التسويق، وهي انه بدهم المجتمع بشكل اكبر يكون اكتيف، يعني كرياتيف اكثر، يشتغل اكثر بالمجتمع، بس يلاقي الهدف او يلاقي النقطة تبعيته بالاساس، يعني ما يتعذب مثلا كثير، او ما مثل الكوبيتي يمكن كثير ناس ما بتعرفها، ما حدا سمعان فيها. هن مؤسسين هون من شي 20 سنة، بس كدراسة هن من 2 سنين بس قرروا انه يفتحوا كفرع دراسة، ولا هن اسمهم الكومبيتنسا فور بروكس شانستا. والفئة المستهدفة عندهم هون الكبيرة هي مع الأندن، يعني الشغل الأكبر طبعا مع الأندن، بس هلأ قرروا انه هن يشتغلوا مع البوكسن شوي، مع اللي هن عندهم، في ناس عندها جرائم ولسه ما عرفانة الطريقة، في ناس اجت جديد وما عرفانة الطريقة من وين بتبلش. هاي الفئات اللي هن هلأ بدهم يعني هاي الفئات هي المستهدفة هلأ، الناس اللي هي لسه ما لقت طريقة، عم بيحاولوا قدر الإمكان إنه نحن موجودين، نحن معاكم نساعدكم بهذا الطريق. بهالحالة هي الشريحة الاجتماعية اللي هون بتم تفعيلها ودمجها بالمجتمع، ومن خلال الأفكار هي قريبة من أفكار، يعني إحنا ممكن نتوقع إنه الموضوع عدة أمور هي مو موجودة بالجالية الأجنبية، فهذا الموضوع كتير بيفيد الأجانب وموضوع مهم جدا، هيك بعتقد يعني. هلا هو مهم لانه هي دراستها جدا سلسه، يعني عندهم الشغل هون جدا سلس، ما انت ما عندك مشكله مثل باقي المدارس، يعني باقي المدارس انت بتاخذ فيها 3 4 سنين لحتى انت تخلص دراسه او شيء، بينما هون انه لا، هون انت بسنه واحده مخلص كل شيء، معك شهاده، معك نقاط معترف عليها بالدوله وبرا الدوله، لان هن ما بيشتغلوا بس بالنرويج. السؤال للشخص اللي بكون هلا عم يسمعنا وحابب يتشجع يفوت بهذا المجال وياخذ هاي الدراسة، خصوصا بعد ما عرف انه هي دراسة من 3 سنين وبتختصر عليه وقت وبتعطيه 60 نقطة، السؤال انه خلص واخذ الشهادة شو بيشتغل فيها؟ شو بده يشتغل؟ عنده كتير مجالات، كتير خيارات، بيقدر يشتغل لحاله، يبني شركته الخاصة، يأسس شركته الخاصة ويشتغل فيها لحاله، بيقدر يشتغل مع ناس شركاء تانيين، بيقدر يشتغل مع الكومونا في حال هن طالبين، بيقدر يشتغل مع الفريفلي سنترال كمان بإرادة المشاريع هنيك، فهي في إلى كذا مجال، يعني بيقدر يشتغل بالخاص بيقدر يشتغل بالعام، بس إنه هو يعرف وين الهدف المضبوط اللي هو بده إياه بيقدر يحصل شغل فيه. بيقدر يشتغل مثلا بالناف فيما بعد، بيقدر يشتغل بأي أورجناسيون هي فريفيلي ليطور المشاريع اللي عنده، يعني هو ما راح يشتغل لحتى يأسس مشروع من عنده، إذا اشتغل عند حدا هو بده يشتغل ليطور المشاريع اللي عنده بشكل أكبر، يساعد على أنه كيف ما يصير هدر بالمصاريف أو بهدر بالتوسع الاجتماعي أو هيك، إنه لا، هو راح يكون هو المساند لإلهم بهذا الشيء. ولنفترض أحد الأشخاص حابب يبدأ بمشروع بس له مجال بالأمور الهندسية وحابب يعمله كموضوع عمل تطوعي، هذا الدراسة شو بتخدم هاي الموضوع؟ تدعم له، خليني أقول لك، تدعم له الفكرة تبعيته، لأنه هو بهاي الدراسة رح يصير في عنده مثل ما هن بيقولوا هون أرفارينج، أنت كل ما عندك خبرات اكثر، كل ما انه انت دعمت الافكار تبعيتك اكثر،
هن بيعتمدوا هون اكثر يعني على الخبرات. ما انت لما عم تدرس عم تطلع على شو منهج المجتمع هون، كيف بيمشوا، كيف مو بيمشوا كمشي يعني، كيف بيمشوا بهاي المجالات، شو السيستم تبعها. بقى انت هون بصير عندك فكرة اوسع لانك انت تبني المشروع تبعك الخاص، تعرف كيف لحالك انت تعمل جدول اقتصادية مثلا، تعرف انت لحالك كيف تأسس المشروع، ما عاد بدك انت شركاء. طبعا فيك تشتغل مع شركاء، بس في اشخاص هي متجهة انه هي تشتغل لحالها ما بدها شريك. بس بنفس الوقت في ناس كتير مثلا فتحت شركات وسكرت، هن ما قدروا مثلا، ما عندهم امكانية، ما عندهم ممكن خبرة، ممكن ما ساقبهم الحظ. فهذا المجال بخليك بيعطيك فكرة أوسع وأكبر، كيف أنك أنت تلاقي هاي الثغرات الصغيرة اللي إنه أغلبنا بيفتقدها، كيف نأسس المشروع، كيف نعمل الجدول الاقتصادي، كيف نشتغل عليه، كيف نجيب ناس أكثر بهيك مشاريع. لأنه أنت المشروع بدك تسوقه، أنت بدك كمان هاي النقطة إنه أنت كيف بدك تسوق هذا المشروع تجيك ناس أكثر لعندك. فهي الدراسة هي فينا نقول كموارد بشرية بالعربي أكثر. جميل جدا. أنا بس بدنا نحكي شوي عن موضوع الدراسة اللي بتقدمها هاي المدرسة اللي هي طارقتها. شو اسم هاي الدراسة؟ اللي هلأ اللي أنا عم بحكي عنها هي سوسيال انتربرونورسكا، واللي هي بالعربي أنا ما لقيت الاسم محدد بالعربي، بس هي بتضم ممكن المشاريع الاجتماعية أو مثل ما قلت الموارد البشرية، ممكن يكون في كتير نقاط متشابهة فيها. هن عندهم دراستين اللي هي أرفارينكس كونسولانت فور سيكس كيلسا أوروس، وهي الدراسة جديدة السنة رح تتطبق أول سنة اللي هي سوسيال انتربرونورسكا. الأرفارينكس كونسولانت هي أنا درستها السنة الماضية، دراستها ممتعة وخطرة بنفس الوقت. لأنه أنت بدك تتعامل مع السيكس كلسا ومع الروس، فهي شوي كان فيها خطورة يعني كمواد براكسيس، أو أنت بدك تروح براكسيس وهالقصص هاي، بس ممتعة بنفس الوقت، ما عندك ضغط يعني، أنت عم تشتغل بكل أريحية. وهن بيعطوك هيدا الشعور أنه أنت اشتغل على المرتاح، ما عندك أي مشكلة. بعدين مشان يدعموا الأرفارينكس كونسولانت كمان طلعت هاي الدراسة الجديدة اللي هي سوسيال انتربرونورز كاب، لحتى اللي هو دارس الأرفارينكس كونسولانت ومفكر يفتح مشروعه الخاص بهذا المجال، انه هو عنده شيء يستند عليه ما يضطر لشركاء. يعني هن هاي الوجهة تبعهم انه انت مانك مضطر للشركاء، مانك مضطر تستنى الدعم من حدا، انت قادر تأسس مشروعك، قادر تأسس كل شيء، تعمل كل شيء لحالك، مانك بحاجة حدا. بقى اللي بيدرس أرفارينكس كونسلانت هو بالأساس لازم يكون عنده هاي الشيء، يعني عنده خبرات سابقة من تعاطي، من صحة نفسية، صحة عقلية، كله. مثل خليني أقول لك، ما بعرف إذا فيني أحكي أسماء كمشاريع هون، مثل الفاير مثلا، هذا يعني تفصيل بدريفت، هو عاملين فيه مثل نشاطات للسيكس كلسا وللروس، او للروس اللي هن بلشوا يتعافوا، مو اللي هن تحت التعاطي، اللي بلش يتعافى. هذا فتح واحد مشروعه وقال لك انا بدي اجيب العالم اللي بدها تتعاطى، وانا مستعد ادعمهم بكل شيء. وهو بيدعمهم بنشاطات، بيدعمهم برياضة، برحل، بأنه يحكي مع حدا هنيك، ياخد استشارات منهم، هذا كله ببلاش هو بيعمله، بياخد دعمه من الدولة. تمام. بقى هي هاي الدراسة اللي بتدعم انك انت كيف تعمل كمان مشاريع، ممكن مشاريع تخص كمان البرنفان، كيف تعمل شيء بيتعلق بالتجمعات للشباب بطريقة كتير سهلة وسلسة. حلو كتير هذا الكلام. أهم نقطة لك، العالم بتفكر بالموضوع المالي، شو قد تكلف هي الدراسة؟ هو بده يكون الواحد شوي في عنده واقعية، هل قادرين الناس تسجل ولا ما أنا قادرة تسجل؟ هلا الكل قادر يسجل، فيني أقول الولد الصغير لو مسموح له بيقدر يسجل، لأنه هي مدرسة خاصة
ولكن القسط الفصلي تبعها هو بس 300 كرون. باقي التكاليف انت ما عندك تكاليف غير الكتب والكمبيوتر. بعد هذا بتقدر كمان تاخذ التعويض عن طريق اللونة كاستا. في لونة كاستا هي جوشنت، النكت جوشنت مع 60 نقطة. هاي الدراسة بتعتمد على 5 مواد هن، بس طبعا مو مع بعض. كمان مادة تيوري بالفصل الأول اللي هي المادة النظرية، بتاخذ الامتحان تبعها للمادة من أول يوم بتداوم فيه، بس ما بتسلم الامتحان لبعد شهرين. يعني أنت عندك شهرين كاملين تشتغل على الامتحان بكل أريحية من دون أي ضغوطات. بعد شهرين بتبعت الامتحان للفيليدنينج تبعك اللي هو مسؤول عنك، بيطلع على الامتحان بيعطيك تعليقات، مثلا هاي لازم تكون هيك، هاي لازم تعملها هيك، اذا في شيء مثلا مو واضح ممكن يشرح لك اكثر. بتضل عنده تقريبا اسبوع الامتحان، بيرجع بيبعث لك اياه مره ثانيه، تصلح الشغلات اللي هو اعطاك اياها، تظبط النقاط، وبعدين بعد اسبوع ثاني بترجع بتبعته للسنسور النهائي. فانت عندك تقريبا شي شهرين ونص، خلينا نقول اكثر من شهرين، انت بس عم تشتغل على الامتحان. في مين ساعدك بتصحيح الامتحان لتاخذ درجات اعلى. شو كمان؟ يعني الدراسه كلها بشكل عام هي سهله. وعندك الحضور هي يومين بالاسبوع، 4 ساعات فقط، 45 دقيقه هي كل، او ساعه ونص فينا نقول. هذا الحضور ممكن يكون على الانترنت؟ الحضور انت اختياري، بتحب تحضر ما بتحب تحضر، جاي من برا تروندهايم، من قلب تروندهايم، هذا اختياري للشخص، مو اجباري الحضور ابدا. حضور المحاضرات كلها بتكون مسجله اونلاين وبتضل محفوظه بالصفحه تبعك، باي وقت انت بتقدر ترجع لها. ما بدك تحضر بالصف على اولتن فيسيسك، بتقدر تحضرها عن طريق النت. انت ما عندك وقت بالشغل، ما عندك وقت، مو جاي عبالك تحضر هلا، بترجع بتحضر المحاضره ايمت انت ما بدك. يعني ما في تسجيل حضور وغياب. بس البراكسيس اجباري يلي هي مدته 36 يوم تقريبا 3 شهور هو، بس كمان هذا اختياري لإلك. انت بتحب تداوم براكسيس من اول 3 شهور، هي 3 ايام بالاسبوع بكون، او بتحب تخليهم لاخر شهر او تاخذهم باول شهر، هذا كمان اختياري لإلك. هن ما يعني ما بيضغطوك، انت شوف شو الاريح لك واشتغل عليه. ماده البراكسيس كمان بيتسلم امتحانها بالشهر التاسع، لانه الشهر الثامن بيكون بس بلشوا اول شيء بماده النظريه التيوري. الشهر التاسع بس تبلش انت بمرحله البراكسيس بتنزل امتحان البراكسيس، كمان نفس النظام، بضل معك شهرين وشوي الامتحان، تشتغل عليه بالبيت، تاخذ مساعدات من حدا. هاي هن ما دخلهم فيها، ولكن انه طبعا مثل اي مدرسة تانية ما فيك تجيب شيء من النت وتحطه مثل ما هو، لازم تعطي فيه شوي اختلافات، واذا بدك تحطه مثل ما هو بدك تذكر من وين جبته للنص، المصدر تبعه. الفصل الثاني بيكون فيه 3 مواد. هاي المادة ما فيها فصل ثاني براكسيس، ولكن فيها بروجكت، والبروجكت رح يكون مرتبط بالبراكسيس تبع الفصل الاول. انك تحكي بشكل اوسع عن شو عملت انت الفصل الاول، بس تكون عم تكتب تقارير مثلا. شو كمان بالبراكسيس؟ لانه انت بدك تكتب تقارير، تقريرك اليومي اللي هو شو صار معك كل يوم، شو عملت، الهدف تبعك لتاني يومي. فالبروجكت هو رح يكون عم بيدعم هاي الفكرة اكتر، انه انت تحكي بشكل موسع اكثر عن شو اشتغلت مرحله البراكسيس. مواد النظري كمان بتستلم ماده النظري من بدايه الفصل الاول، بتخلصها، بتخلص البراكسيس تبع ماده البراكسيس، بعدين بتيجي الماده الثالثه اللي هي هاي لحالها بتاخذها، ما بيكون معك اي مواد ثانيه متضاربه. الدراسه بجد يعني هي انا عن تجربه عندهم كثير سهله. يعني أنا السنة الماضية أخذت إجازة من شغلي، إنه لا أنا رح أنضغط، رح أكون مثل المدارس الثانية ما عندي وقت، فلا بالعكس كان كتير سلسة. بكل فصل بيكون في عندك أسبوعين صملينج،
يعني هن بيكون دواما من الاثنين للجمعة. كل شي برا تروندهايم بحب يجي بيجي على تروندهايم، اللي بتروندهايم بحب يجي داون بيجي. الهدف منه انه يكون في ترابط شوي مع اللي هن برا، برا الصف خليني اقول لك، مو بس برا تروندهايم. انه بيجوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض هون، بيدرسوا، بيعملوا نشاطات مع بعض. كمان مو اجباري الحضور فيها، بتحب تحضر ما بتحب تحضر، ما في اي مشكلة. أنسة لبنى، أنا بحب أتشكرك هلا بالجزء الأول وراح نتابع بالجزء الثاني إن شاء الله. شكرا كثير على الاستضافة وعلى القهوة الطيبة كمان. صحة وهنا، وشكرا لك، أنك شرفتنا بمدرستنا المتواضعة.